مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نتواصل ونجدد اللقاء. شوطنا الرابع عشر للابكار ينطلق بحفظ من الله ورعايته. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع عبر قناه ابو ظبي الرياضيه الاولى. من تتابعون هذه الانطلاقه، نذهب مباشره الى مقدمه الشوط الى المركز الاول لنجد مع الصداره الظبي محمد بن الدحب بن صنقوح العامري من يقدم لنا الظبي مع المقدمة والبداية. ثاني المراكز توافيك عوض بن سويدان بن عبيد العامري من يقدم لنا توافيك مع المركز الثاني. المركز الثالث اللي في المركز الثالث من تاتي هناك الشاهنية محمد بن علي بن سالم المنصوري من يقدم لنا الشاهنية، والقدوم من نبا حمد بن مبارك بن سالم بن رغش الشامسي من يقدم نبا مع المركز الرابع. خامس المراكز تتدخل مباشرة وتاتي هناك اللي هي روهان، تعود الملكية محمد بن ظافر بن مسعود الأحبابي من يقدم هذا الاسم. الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من الظبي خليفة بن محمد بن شاهين المرر من يقدم لنا الظبي تحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. وسادس المراكز من الجانب الآخر من تاتي مباشرة أرى اللي هي ميونخ، فري بن سالم بن يحيى المحرمي من يقدم لنا ميونخ تتقدم بهذا التقدم الممتاز. والوصول في هذه اللحظات من لفحة محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي من يقدم لنا لفحة القادمة الواصلة في هذه اللحظات. تأتي مشاهدين الكرام بتقدم ممتاز، وهناك اللي هي ميلاف غريب بن راشد بن سويدان الاكتبي، غريب بن راشد بن سويدان الاكتبي. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول. لنعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. من تسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول؟ الظبي مع المقدمة، الظبي مع الصدارة. تعود الملكية محمد بن الدحبة بن صنقوح العامري في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. الظبي مع المسار الأول تتقدم بهذا التقدم. المركز الثاني الشاهنية محمد بن علي بن سالم المنصوري من يقدم الشاهنية. المركز الثالث من تأتي مشاهدينا الكرام لفحة محمد بن سعيد بن حمد الشلخ هيلي، ولكن من اللي واصل نوف سعيد بن حمد بن مطر المنصوري أول إذا علم ثلاث حروف تتقدم مباشرة وتحتل المركز الرابع. ولكن خامس المراكز اللي غيرت مع المركز الثالث في هذه اللحظات ما يبنى لها طاري تتقدم بتقدم ممتاز. هناك أرى اللي هي بلشة، بلشة تعود الملكية من يقدم لنا بلشة سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي غيرت مع الصدارة بلشة واحتلت المركز الأول. المركز الثاني من تاتي اللي هي نوف سعيد بن حمد بن مطر المنصوري غيرت نوف إلى المركز الثالث. بن حمدش مع المركز الثالث لفحة محمد بن سعيد بن حمدش الخيلي. القدوم والوصول في هذه اللحظات من الظبي خليفة بن محمد بن شاهين المرر القادم أحلى من اللي وصلت، من اللي طلت بها الطلة تغير مباشرة وتحتل المركز الرابع. الذيبة صالح بن محمد بن سالمين العامري تتقدم مباشرة وتحتل المركز الرابع، وعينها لناموس هذا الشوط باحث عن الفوز. وليس بمستغرب لك يا بن سالمين الناموس والانتصار. وهناك أيضا القدوم في هذه اللحظات، يا سلام يا منحاف علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري. ولكن لنعود إلى مقدمة الشوط. الظبي 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 مع المقدمة، ولكن سرب من الأبكار قادمات بكل قوة. هناك مشاهدينا الكرام أرى اللي تأتينا مذخورة، مذخورة تتقدم، ولكن وين الشوط؟ وين؟ وين اجتمع الأبكار؟ مقدمة الشوط والمركز الأول يا سلام، بدأت تشن الغارة لناموس هذا الشوط. هناك اللي هي كيف كيف بالصايغ المزروعي ما يبنى له طاري إلا مع الأمتار الأخيرة محمد بن الصير بالصايغ المزروعي. سلوب بالصايغ سلام، وكيفت قد الناموس لك بالصايغ على هذا الفوز محمد بن الصير بالصايغ المزروعي. المركز الثاني، ثاني المراكز مثال عمير بن الحزم بن قناص العامري. المركز الثالث، ثالث المراكز يا مشاهدينا الكرام اتت من حاف علي بن سليم بن علي العامري. المركز الرابع، رابع المراكز يا مشاهدينا الكرام هناك ذيبة صالح بن محمد بن سالمين العامري. والمركز الخامس اللي في المركز الخامس مذخورة
شعبه بحكمه فخور ابو خالد اللي له يشار لا من حاضر. هكذا مشاهدينا الكرام كيف صاحبة الناموس مع الكيف، 4 دقائق 24 ثانية، وفاء وتماما تهانينا والناموس لمالك محمد بن الصغير بالصايغ المزروع على هذا الفوز والابداع والانتصار لحظة وصولها الى خط النهاية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام، 4 دقائق 24 ثانية، 6 من الاجزاء منتت مع المركز الثاني. مثايل عميل بن حزمي بن قناص العامري، اما اللي في المركز الثالث نشوف 4 دقائق 25 ثانية، 4 من الاجزاء من احتلت مع المركز الثالث. هناك مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز اللي هي من حاف علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري، رابع المراكز 4 دقائق 25 ثانية، 4 من الاجزاء المركز الرابع. هناك مشاهدينا الكرام من اتت اللي هي الذيبه، صالح بن محمد بن سالمين العامري المركز الخامس، 4 دقائق 26 ثانية وفاء وتم